كل مدرب، خاصة لو ما دربتش نادي ليه هوية. ليه هوية لازم كل مدرب بيقعد 4-5 سنين علشان يمسك في هويته. فاهمني؟ انا السنة دي اول سنة امسك في هويتي، لان انا كنت برضو مش محظوظ ان انا لما جيت مسكت الزمالك مسكته في وسط الموسم في المرتين، ما كانش عندي وقت ان انا كنت لازم اشتغل على شغل الناس اللي قبل كده. الاسماعيلي اشتغلنا كويس جدا، اشتغلنا بمدرسه شبيهه قوي بالمدرسه اللي انا عايز انفذها مع المقصه، مدرسه الاستحواذ ومدرسه الجهه الهامه من تحت ومدرسه الضغط المرتد الكاونتر بريسنج، ان انت تستخلص الكوره. لو اتفرجت انت على الماتش اللي فات هتلاقي ان فرقه المقصه لما الكوره بتقطع منها بتحاول تستخلصها، لسه ما وصلناش للبرفكشن او اللي انا بحلم بيه، بس بنحاول نستخلص الكوره باسرع وقت ممكن. الشوط الاولاني استخلصنا 3 أو 4 كور بتعمل كونتر اتاك، الكوره بتاعت محمد ابراهيم بتاعت صلاح عاشور والكوره بتاعت فؤاد وعمر مرعي كلها كانت من كونتر بريسنج. ان شاء الله السنه دي الناس هتشوف المقصه بشكل مختلف يعني، ولان احنا عندنا اقتناع تام بطريقه اللعب اللي احنا عايزين نلعب بيها، وسعيد جدا ان اللعيبه ابتدت تقتنع بطريقه اللعب دي. بس it takes time، خاصة انت جاي بقى عن مدرب بيلعب باسلوب لعب مختلف تماما بقاله 1.5 سنة. هو مش غلط، وانا مش غلط ولا صح، هو ليه اسلوب لعب مختلف. فالنهارده يعني عشان توصل لطريقه اللعب اللي انت عايز تلعب بيها محتاج وقت، لكن سعيد بالرياكشن ورد فعل اللعيبه واستجابه اللعيبه لطريقه اللعب. وانا ما ببصش يعني في الماتشات اللي وديه، كل ده النتائج في الماتشات اللي وديه في البري سيزون ملهاش اي اعتبار. اللي انت ما تعرفوش السنه اللي المقصه خد فيها تاني الدوري مع كابتن ايهاب جلال، قبل الموسم لعبوا 18 مباراه وديه اتغلبوا 13، كسبوا 2 بس من 18 وتعادلوا مش عارف كام ما اعرفش 3 وتغلب حاجه كده يعني. انا متفائل خير، شايف اللعيبه كلها كل اللعيبه السكواد بالكامل بيحاول ان هو ينفذ طريقه اللعب بتاعتي، وان شاء الله نقدر ان احنا نعمل سيزون كويس. كل ما كان اشتغلت فيه استفدت منه. مفيش مدرب هو شغال ما بيتعلمش، بالذات لما يكون مدرب صغير في السن. اتعلمت في تجربتي في الزمالك في الفترتين حاجات كتيره جدا، وكيفيه التعامل مع رؤساء الانديه، لان انت برضو دايما مهما المكان اللي كنت موجود فيه دايما فيه البريزدنشال نويز، ازاي تتعامل مع النويز دي وازاي تتعامل مع رؤساء الانديه ومع مجالس الادارات. ده اتعلمته في كل مكان تواجدت فيه. اتعلمت ان انا ان المدرب عشان ينجح لازم يقل من الدايركت كونتاكت بينه وبين الجمهور، حتى لو عن طريق السوشيال ميديا. ده اللي انا عملته دلوقتي، كل الاكونتس بتاعتي على السوشيال ميديا اديتها للشركه، هي اللي بتديرها وهي اللي بتنزل الحاجات، وانا حتى الابلكيشنز عندي على التليفون مش موجود، ولا تويتر ولا انستجرام ولا فيسبوك ولا اي حاجه. بتتكلم السنة اللي فاتت الفرق ما بين الثالث والسابع والثامن، بتتكلم فرق 6 نقط مثلا. اللي طلع السابع السنة اللي فاتت كان ممكن ايزلي بشوية تفاصيل صغيرة ممكن كان يطلع الثالث او الرابع. عشان كده احنا بنهتم بالتفاصيل الصغيرة، بنهتم بكل تفصيلة صغيرة اراوند جيم في كل حاجة، الست بيسز، الكور الثابتة، الطريقة اللي عايزين نلعب بيها، كل تفاصيل صغيرة، لأن احنا مؤمنين، وده دايما اللي بقوله للعيبة، أنا مؤمن إن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو الفرق ما بين الفريق الافرج والفريق التوب، الفريق اللي عايز يبقى موجود في الاماكن اللي فوق. فاحنا بنجتهد وبنخلص وبنشتغل وبنبقي على اهدافنا داخل الغرف المغلقه. كل مدرب المدربين ليهم مدارس مختلفه، يعني ماتشات ضد طلعت يوسف بتبقى ماتشات صعبه لانه بيبقى مقفل الجيم وبيلعب كاونتر اتاك. ماتشات إيهاب جلال مختلفة، بيبقى هو مهتم بالاستحواذ وعنده 2 أجنحة بيخشوا لعمق الملعب وبيدرجوا الكرة في مناطق الملعب بشكل جيد جدا، بيلعبوا في وسط الخطوط بتوين ذا لاينز كويس جدا. حسام حسن لازم تواجه الضغط العالي، ولازم ازاي تديل مع الضغط العالي وتحاول ان انت تضرب الضغط العالي ده. كل مدرب بتلعبه مهم جدا ان انت كمدرب تبقى قاري المدرسة بتاعته ايه، هيلعبك ازاي. بغض النظر عن التشكيله، ما بتكلمش عن التشكيله، بتكلم على الاسلوب. لا، مدرب وادي دجله هل النهارده هو مهتم ببدايه الهجمه من تحت والاستحواذ؟ هل هتروح تضغط عليه فوق ولا هتستناه وتلعب على كاونتر اتاك؟ افكار
ممكن فكرتك النهارده تبقى صح، ممكن فكرتك النهارده تبقى غلط. ممكن تاخد قرار ان انا هروح اضغط عالي على دجله وده يعمل لك مساحات ورا وتعمل لك مشكله، وممكن تستناه وتلعب على كاونتر اتاك ويبقى ده وده يعمل لك مشكله. افكار وبتتفرج على ماتشات كتيره جدا وتحاول تتعلم.